البداية أشكر جامعة الشرق الأوسط على هذه الاستضافة الرائعة. الصحيح هذه طاقات رياضية، هذا يوم رائع جدا أن تقوم فيه جامعة الشرق الأوسط، وجامعة الشرق الأوسط دائما قاعدة تسبق خطوات واسعة جدا إلى الأمام. للأمانة كل الشكر والاحترام. حقيقة بطولة تنظيم بشكل جيد، كان عدد المشاركين يزيد على 400 مشارك في جميع الفئات العمرية. احنا بطبيعة الحال بنشجع مثل هيك بطولات، صحيح، لفتح المجال واكتشاف بعض اللاعبين المميزين. اولا نشكر جامعة الشرق الاوسط على الاستضافة الثانية للبطولة، فعلا تنظيم رائع من ناحية التحكيم، من ناحية الكادر التنظيمي، من ناحية دعم الجامعة للبطولة، جدا كثير رائع. نشكركم على هذا الدعم. جامعة الشرق الأوسط، نعد القادة.